وبالعودة إلى الحراك الشعبي في الناصرية، ينضم إلينا محمد الخياط الناشط في التظاهرات عبر الهاتف من ساحة الحبوبي بالناصرية. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. بداية، أنتم في ساحة الحبوبي الآن، هل ما زالت الأعداد والحشود كبيرة في الساحة وباقي ساحات الناصرية؟ نعم، الحقيقة أخي العزيز، الآن يوم مليونية في الناصرية. نعم. بعد الذي حدث في الجمعة السابقة والاعتداء الآثم الذي جرى للمتظاهرين في ساحة الحبوب من قبل أتباع التيار الصدري، اليوم لم يبقى أحد إلا القلة القليلة أو العاجزين لم يخرجوا إلى ساحة الحبوبي. اليوم كانت ساحة الحبوبي حقيقة عرس جماهيري للعناصر الوطنية التي ترفض هيبة البعض على الساحات ومحاولتهم فرض إرادتهم على الجماهير. نعم. الجماهير اليوم في الناصرية والمتظاهرون اليوم في الناصرية خرجوا عن فكرة أبيهم إلى ساحة الحبوبي، غصت بهم اليوم ساحة الحبوبي الحقيقة. نعم. وهذه دلالة واضحة بأن الجماهير لم ترضخ إلى التهديدات وإلى الخطف وإلى القتل، وهم يعبرون عن حرصهم ووطنيتهم ودفاعهم عن حقوقهم. نعم. اليوم في ساحة الحبوبي الحقيقة الجماهير التي خرجت لا نستطيع أن نقدر أعدادها، جماهير كبيرة جدا. وأنا أقول لكم ومن خلالكم إلى جميع مشاهديكم الكرام، كلما يزداد الضغط علينا كلما يزداد إصرارنا في سبيل مواجهة هذه الأحزاب الفاسدة، هذه طيب. الأحزاب الطائفية التي تحاول أن تقتل روح المواطنة في داخل نفس أي عراقي. هذا هو طيب. هو هذا الذي يجري. نعم أستاذ محمد، ما هي أهم هذه أو ما هي أهم الهتافات التي رددها الثوار في تظاهرات اليوم؟ الحقيقة أولا الشعارات التي تم تجديدها اليوم، بأن يعني أتحدث لك باللغة الجنوبية الدارجة، يعني قد لا يسمعها يعني لا يعرفها البعض. الشعارات التي تم تبديلها اليوم في ساحة الحبوبي أقولها لك نصا، يعني كل ما قمعوا بينا قمعوا بينا، كل ما قمعونا نزيد، يعني كل ما ضربونا نحن في تزايد. نعم. نعم. وشعارات أخرى، هاي الناصرية، الناصرية قوة وعزيمة، وتبقى قوية الناصرية. يعني نعم. شعارات الحقيقة اليوم تأكد على العزيمة وعلى الإصرار وعلى مواجهة هؤلاء. طيب، منذ أيام والقوات الأمنية تشن حملات اعتقال للثوار والناشطين، ألم تؤثر هذه الحملات على قرار المتظاهرين في الخروج اليوم؟ وما الدافع الذي يجعلهم متمسكين رغم الاعتقالات وقبلها القتل الممنهج من قبل ميليشيات الصدر؟ الحقيقة أخي الكريم، أنا قلت لك بأن القمع يزيدنا أسرار. نعم. والظلم يزيدنا أسرار، والخطف يزيد للمتظاهرين أسرار أكثر وأكبر. الدلالة على هذا اليوم، لا أحد يتوقع اليوم، أنا أحد المتظاهرين في ساحة الحبوب، لم أتوقع أن تحضر الأعداد بهذه الكثافة. نعم. بالرغم من جرى حقيقة خلال هذا الأسبوع الماضي، كان هناك عملية اختراق من قبل مجاميع التيار الصدري، وقاموا بالاعتداء وحرق الخيم، وفي نفس اليوم في نفس الليلة تم اعتقال ومداهمة بيوت بعض المتظاهرين. نعم. وهذا رغم كل هذا لم يؤثر على المتظاهرين بشيء، لأن الدافع أكبر من هذه الممارسات الهمجية. الدافع الموجود داخل صدورنا وداخل صدور كل المتظاهرين، سواء كان في الناصرية أو في الأماكن الأخرى، هو الدافع الوطني. نحن لا نبحث عن مصالح شخصية حزبية وغيرها من هذه المصالح، نحن نبحث عن مصلحة الوطن يا أخي. وشعارنا اللي خرجنا من أجله في تشرين 2019 هو نريد وطن. نعم فعلا. طيب. نحن نريد وطن. أي وطن نريد؟ نريد الوطن الآمن المستقر، نريد الوطن الذي نشعر فيه بحريتنا ومساواتنا، ونريد نشعر بالعدالة الاجتماعية. نريد وطن لا أحد يرفع السلاح من هجومنا، ولا أحد يهدد عوائلنا ومستقبل أطفالنا وأحفادنا وأجيالنا. نريد وطن خالي من المحادثة الطائفية التي قتلت روح المواطنة في كل مكان. الحقيقة حديث طويل، وأتمنى أن يكون
لديكم الوقت لكي يعبر لكم ويقول لكم الصورة. ونحن اليوم نشعر بالعنفوان والقوة اليوم في ساحة الحبوبي، وأتمنى أن أقوم بإيصال فكرة لكل مشاهديكم الكرام حول ما جرى اليوم في ساحة الناصر. تحدثتم عن الشهداء وما قدموا من أجل أن تبقى هذه التظاهرات والاعتصامات، كيف ينظر الثوار إلى الميليشيات التي صورت نفسها على أنها وطنية؟ والله يا أخي العزيز، هذه الميليشيات سقطت، نعم سقطت، وأنا أعي وأقصد ما أقول بالكامل. هذه الميليشيات التي رفعت شعار الإصلاح والبناء ورفعت شعار المواطنة ورفعت العديد من الشعارات، لم يبقى من هذه الشعارات سوى الأوراق الذابلة الحقيقة، خاصة بعدما كان البعض قد كان يتظاهر معنا في ساحة الحبوبي وكان يريد الهيمنة، وهذا هو الذي يجري، هذا الذي جرى معنا في ساحة الحبوب، وعلى ضوء رفضنا لهذه الحالة أو لهذا الموضوع تعرضنا للتهديد، وأنا شخصيا تعرضت للتهديد من قبلهم، وهؤلاء كانوا الذين كانوا شركاء الأمس معنا في ساحة الحبوب اليوم يرفعون السلاح ضدنا، وهذه العناصر التي تنتمي وأنا أسمي الأسماء بمسمياتها، وهنا من الناصرية يتحدث معكم يعني هو في مدينتي يتحدث معكم وفي المكشوف، هذه العناصر تنتمي إلى التيار الصدري. واليوم كان هناك حقيقة، بالأمس كان لدينا لحد ساعات متأخرة التواصل مع الأخوة والابتعاد عن الانجرار لمواجهة يعني بعد دعوة مقتدى الصدر اليوم للصلاة في مركز الناصرية. لماذا اليوم بالتحديد؟ في الجمعة الماضية تم حلق الخيم، واليوم أيضا كانت هناك محاولة لهذا الموضوع، لكن الحقيقة سلمية المتظاهرين ووعي المتظاهرين بأنهم لا يريدون أن المزيد من الدماء ولا يريدون يقتل، الحقيقة اليوم دفع الله هذا الشر الذي كان ينوي البعض ويبيت البعض لهذا الشر، لكننا أقوياء والحمد لله، يعملوا ما يعمل. أنا أقول لك بصراحة، كل أساليبهم جربوها معنا، خطفونا، تعرضنا للخطف والسجين وفي مطار المثنى وكسروا أقدامنا وغيبوا العديد من متظاهرينا وقتلوا العديد كل الأمور، لم يبقى شيء لديهم. هذه آخر الورقة التي جربوها معنا في الجمعة الماضية وأيضا سقطت في هذه الجمعة. كانوا يتصورون اليوم بأن الذين سوف يكونون في ساحة الحبوبي أعداد قليلة، لكن اليوم نقول أنا على صفحتي الشخصية قلت اليوم مليونية الناصرية، أطلق عليها اليوم مليونية الناصرية، وفعلا كانت المليونية، ونحن سعداء بهؤلاء الشباب. نعم من ساحة الحبوبي في الناصرية الناشط في التظاهرات الأستاذ محمد الخياط، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.